مرحبا ابونا، كيفك؟ ماشي الحال؟ خبروني هالكنيسة لها أهمية بزحلة، بأسطورة زحلة، وما في غيرك حيخبرنا الخبرية. أهلا وسهلا فيكم أول شيء وببرنامجكم. طبعاً هالكنيسة هي أول كنيسة تعمرت بزحلة، وهي كنيسة عجائبية. تاريخ بنائها يعود إلى القرن السادس عشر، يعني تعمرت ما بين 1550 و 1580. أساس الكنيسة، طبعاً الكنيسة تطورت. بيقول عيسى اسكندر المعلوف إنه وقت اللي كبرت مدينة زحلة صار في تواجد سكاني، صارت الكنيسة صغيرة على أهل المدينة اللي كانوا أرثوذكس في ذاك الوقت، فقاموا كبروها. 1740 كبروا الكنيسة. 1759 بصير في زلزال مشهور بلبنان، ككل إحنا نصبنا هون الحيطان وقت اللي رمضنا الكنيسة يعني جديد، عملنا هالرسومات، كتبنا تاريخ الكنيسة مكتوب مرسوم على الحيطان. الزلزال، حادثة الزلزال مشهورة معروفة، بيروت غرقت بهالزلزال، مدينة معلبك قشطت بهالزلزال. حتى بي 1759 زحلة تأثرت مثل ما تأثرت كل المنطقة، صار في تشققات بالأرض مثل ما بنشوف هون بالرسم، في تشققات بالأرض وزحف التراب ورا الكنيسة، وصل على الحيط الغربي تبع الكنيسة ووقف في الزلزال، يعني وقف التشققات، وقف زحف التراب عند الحيط الغربي تبع الكنيسة، طن الكنيسة لنصه. اللي بيعرف الكنيسة قبل ما كيف كانت بيعرف انه كانت مطمومة من هذه الميلة لنصه، هذا القسم اللي هلا نحن فيه جديد، بس نحن حفرنا لحتى وسعنا وعملنا هذا الشيء الجديد. ووقف الزلزال، كل البيوت اللي كانت تحت الكنيسة بقيت بسلام. وقديما كانوا المسيحيين دائما يعمروا الكنيسة بأعلى، يجوا يسكنوا بمنطقة بأعلى نقطة بهالمنطقة يعمروا كنيستهم. وليش؟ لأنه الكنيسة كانت تطل عليهم، تباركهم، تحميهم، تحفظهم. مشان هيك هالكنيسة فعلا لعبت هالدور. وحميت زحلة. حميت زحلة من الزلزال، قاموا طلعوا الناس بتشوفهم بالصور، بتشوف انه البيوت كلها تحت الكنيسة هي بقيت بسلام، والناس طلعوا لعند العبرة يتشكروها لأنه وقفت الزلزال عن مدينة زحلة. وهيك بقيت يعني زحلة ما جرف الزلزال على النهر إلا صار. أما 1914 بس بلشت الحرب العالمية الأولى، سقطت معاهدات دولية، وزحلة كانت استقلت كمدينة، أول مدينة بلبنان استقلت وعملت علم وعملت نشيد وطني زحلاوي، وصارت تكتب ضد الحكم العثماني لحتى يتحرر الوطن كله من الحكم العثماني. وقت بلشت الحرب العالمية الأولى فاتوا الأتراك على المدينة، بدهم ينتقموا من المسيحيين، بدهم ينزلوا جراس الكنائس ولحقوا الصحفيين. هلا تعليقه عن جراس الكنائس، ليش دائما الجرس مستهدف بالكنيسة؟ يعني دغري بس يجي العدو يهجم على منطقة فيها مسيحية بدلا ما ينزلوا له الجرس للمسيحيين، لا، لأنه الجرس هو مثل العلم. هلا الجيش إذا عم يحارب وحرر الأرض شو بيعمل؟ بشكل علم إنه هاي الأرض صارت محررة. عند المسيحيين الجرس هو مثل العلم، لما الجرس بدأ يعني المسيحيين موجودين وعم يشهدوا للمسيح مطرح ما هن موجودين. مشان هيك الأتراك بدهم يمنعوا المسيحيين يدقوا جراس وبدهم يهجروهم كانوا من زحلة. فاجت فرقة على الكنيسة مثل ما برموا على كل كنيسة ونزلوا لها جراس. وطلعوا اثنين على القبة مثل ما شايفينهم بالصورة اللي نزلوا جراس، انعمى قلبهم واجوا تحت. بيقوم مرة مؤمنة من جيران الكنيسة بتهجم على القائد العثماني وبتقول له العذراء ما تمنعك نزل لها جراسة. هيدا غضب مني، هيدي العذراء قالت له العذراء جوا شافها لايقونه، قال لها هالخشب اللي بتمنعني نزل الجراس حمل الفراعه وهجم على الكنيسه بده يكسر الايقونه، بس دعس على عتبه الكنيسه اجى بالارض. هلا اللي كانوا معه خافوا انه اثنين برا قتلوا هيدا على مدخل الكنيسه، وقع اخذ القتله تبعهم وهربوا، وبقي جرس سيد الزلزال يضل يدق، ضل يشهد على وجود المسيحي بهذه المدينه. مرساة معلوماتك. أهلا وسهلا فيك. نكفي نحن برمتنا لتنفرج العالم عن زحلة اللي ما بيعرفوها بعد ما لازم. أهلا وسهلا فيك. طبعا يا مسيح لأني حريص.
صميم بكب ميتها بزحلة والزحلوية بحطوها بكاس العرق. ما قلتلكن زحلة أكتر بكتير من هيك. ميتها بأي حرارتها 5 درجات طعمتها بتمجد الخالق. هيدي هي زحلة. يلا منكفي. واو هيدي قوتو للبنان، حافظوا عليها. شو بتشربوا بالبيت؟ عرق كرام وزحلة والعرقات بيجوا مع بعضهم. ما في شك. رح نفوت نشوف كيف بيعملوا عرق بزحلة. موجود؟ ماشي الحال؟ هلا جايين على العرق أو جايين ناكل؟ ليش هو المازة اللبنانية بتسوى شيء بلا الكاس؟ شو قصة العرق وزحلة؟ وقديش العرق مهم عندكم؟ العرق بتعتبره هو مشروب لبنان الوطني، مثل الويسكي باسكتلندا والنبيب بفرنسا والفودكا بروسيا. بيو لجدي بلش هالمهنة سنة 1893 وورطها للأجيال اللي بعده وصولاً لهلا. خبرني كيف بصير العرق؟ وين بنبلش؟ وين بنخلص؟ بعض العنب نحن بيجي العرق من هون. عندنا هيدي المكنة أول شيء بتفصل العموشة عن حبة العنب. والمكنة الثانية هي اللي بتعصر العنب. العصير العنب بنخزنه بالبيارة تحت الأرض. حجر؟ البيارة بتيجي هيدي مثل باتون بس خصوصي لحتى ما يتسرب الليكيد وهيك منها. فالعصير العنب بده حوالي تقريبا 10 أيام ليتخمر. بس يتخمر مجبور دغري تقطره بالكعكة بساعتها ليتحول لألكون. وعم نشوف الكراكات القديم، هول صار لهم من وقتها؟ مظبوط، هول الكراكات يعني عم بتعتبر عمرهم فوق ال 100 سنة. حتى من زمان كانوا يستعملوهم قبل العنب بالزمان، كانوا يعملوا فيهم كحل للعنان للنسوان والعطر والقصص. بعدين بلبنان صاروا يستعملوهم للتقطير العرق والعنب. هلا مطفية ولا مش الموسم؟ ايه هلا ما الموسم. موسم دايما تبع العرق ايمتى؟ موسم العنب تقريبا بايلول. ومجرد ما تقطف العنب وتعصره بدك تخمره ودغري تشيله الكول. هلا بس يصير عندك الكول وقت اللي بدك تعمل العرق، ما في مشكلة. قديش في اخبار بتطلع على كاس العرق؟ قديش قعدتها ولذتها اكثر وغير كل الكول الباقي اللي موجود؟ مزبوط. والميزه اللبنانيه بلا عرق ما بيصير. من الاخبار كثير العرق بيناتهم ثلاثه حفظتهم عندكم بزحله. بالعرق بتشرب بعدين بتاكل، عكس البيض اللي لازم تاكل بعدين تشرب. كاس العرق ممنوع يرجع ينصب فيه، لازم يتغير. والثلج بعد العرق. شو بعد في اخبار انا ما بعرفها؟ العرق يعني نحن عندنا بزحلة فيك تشربه مع خيار مع بندورة مع نتائج ضريب وفي وليمة يعني هيدا هو الأساس العرق مش الأكلات. أكيد. يلا خليكم، مرسى على الاستقبال ولا هالعرقات مهمين. وأهم شيء مني تفضل نهارها طويل. ايمتى بلشت؟ شو بتعمل؟ وشو عم نشرب اليوم؟ فلينا على فرنسا بال 85 ورجعنا بال 94 بي من زحلة. وبلشنا المشروع بال 94 95 بلشنا نزرع العنب. وبلشنا مشروع الخمارة بال 2006. يمكن اول سنة 2006.
دومين صغير عائلة. دومين صغير على فوق زحلة على 1100-1200 متر. كل عن بيتك من هيدي الأرض؟ كل عن بيتي من هون، كله أورجانيك. قديش شوب تحت؟ قديش الهواء حلو هون؟ هلا الهواء حلو هون بالليل أكتر شي، يعني بتنزل الحرارة مزبوط. كم قنينة بتعمله بالسنة؟ قنينة 15,000، يعني بلشت ب 5,000 قنينة وصلنا ل 15,000. يلي بينبيعوا بلبنان وبرات لبنان؟ لبنان وبرات لبنان. صوت القنينة مع الصدى اللي حواليها. البرودكشن أكتر شيء أحمر، في شوية أبيض كمان. تشيرس. حبيت حديته حد بده تهوية شوي صغيرة. هيك لايت فروتينس بالآخر، خفيف فول بوديد بس سموث، منه مأزي. حبيت لونه. هذا بيتعطى سنة ونص براميل خشب، كله خشب سنديان من فرنسا. بتحس على الطرف اللسان الخشب اللي بقلبه. شوي سبايسي شوي. طيب نعمل برمي. ما بتنتظر من 2014 يعطيك هالقد، ما يكون مأزي، ما يكون التنان تبعه هالقد قوي. سموث خفيف، بوست اوف ريد فروتس، هيك بوم بتخيله بالقلب. ايه ما بتحس الاوك. يعني بتخيله بعد كم سنه اناني. هيدا كاتيرون تريز. تشيرس. مبروك، ان شاء الله خير. عن جد اف شابو. هاي تشارلي. هاي. اليوم شو راح؟ اليوم حدوه عنا كرافت سيلكشن، بين الوايت واين، كتير طيب كتير فروتي. خنبلش أول شيء. لدينا بربطة على زحلة، وقفنا عند دومين ورد. مظبوط. تندوق البيت اللي معمول كمان بزحلة. ما بدوقي معنا؟ تاكس. بدأت رأيكم في البيت. لا باربيكيو صيفية بتاعك. أكيد البيض الأبيض أكثر شيء بنشربه مع دجاج وسمك، بتاخذ أكثر شيء بسكر، خاصة بالصيفية بنشرب أكثر من شيء. واتس نكست؟ النكست تبعنا هو البيض الروزي، روزي البيتون. فلورال اكثر من نايس. والنكست تبعنا هو الشاتو دي سيد الروج. اكيد لما نفتح قنيه الروج ويلي بيتعتق الروج المفروض نحطه بكراف حتى كل الغاز يطلع منه ويصير اطيب. كفاينا. البيض الاحمر اكثر شيء بنشربه مع اللحمه الحمراء والتشيز. تشيز اند واين اكيد معروف بالبيض. بعرفك على ملحم يلي حضرنا هالغدا الشهي. هاي ملحم. هاي. خبرني شو عم ناكل اليوم وانت شو بتعمل؟ انا نحن عنا رويال بايت، نحن اثنين شيف كنا عايشين برا وجينا على لبنان، بتعرف بنحب نرجع نستقر ببلدنا. جينا لهون فتحنا شركة كيترينج، كان الماركت بحاجة لشيء انترناشونال مع تويست. فنحن جينا عم نعمل هاي الاشياء عنا. اذا بتحب اليوم شو رح تدوقني؟ رح دوقك اليوم كبه مع رمان وجوز وباذنجان. اوكي. كبه ثاني مع فستق حلبي وحار. فيني زعبر؟ فيك تزعبر، هاو كثير طيبين. اشياء ايطاليان مثل الجمبون دو بار مع الشمان. وعنا اكلات شهيه هلا بدنا ندوقك اياها سخنه، اللي هي رز مع دجاج برياني.
عندنا الانجليش ستول تراديشنال انجليش ستول، وعندنا اكيد شيء طبق لبناني اللي هو ورق عريش مع كاستليتا. يامي روعه. يلا اذا هول طيبين اكيد هوليك كمان. هاي بول، مرسي أن استقبلت ببيتك. أهلا وسهلا فيك. نحن هون ببيت وديع فارس سكيف. هذا البيت هو بالأساس جده لجدي معمر سنة 1800 يعني تقريبا. بعدين طلع جدي ومن البيت طلع كمان الوزير السابق جورج سكيف، هو ربي وعاش بهالبيت. من زمان اكيد بتعرف انه كان عمره على مراحل، فبتلاحظ اذا بتشوف البيت كان اول شيء اوضه البرانيه، وبعدين صاروا يضيفوا لك كل ما تكبر العائله وكل ما تتحسن اوضاعهم الاقتصاديه يزيدوا عليها. والصالون اللي فاجئتنا اياه هو اجدد شيء بالبيت. معمر سنه 1920، هو احدث اوضه بالبيت. خبرنا عن هذا البيت اللي على جنب، قلت لي عنده خبريه مهضومه. في بالزمانات خيو لجدي تجوز، هلا بيو كان مش رضيان كثير على العروس، ما بده يقعدوا بقلب البيت، عمروا له قطتين حد البيت وما مش ملزوقين حتى بالبيت، كان في حيطان بيناتهم، تركوا هيك باب صغير انه اذا بده يجي يطلع على بيو او كذا فكان يجي من خلاله. هذا البيت من أقدم بيوت زحلة، وجوا في سيربريز رح فاجئك عليها رح تتفاجأ. يلا بونجور. أهلين. ماشي الحال؟ جحا أنتوني كيفك مدام؟ حلو بيتكم. ميرسي. قديش عمره البيت؟ عمره شي 460 سنة. 460 سنة. فينا شو؟ عم بقرا هون الجمهورية الأولى في الشرق. نعم. هي أول جمهورية صغيرة كان اسمها زحلة؟ إيه. سنة 1855. مظبوط. وكان لها علم. أنتوني انبسطت انك جيت لعنا على زحلة. اكيد بقى في كتير اشياء بدي فرجيك اياها عن زحلة، بس هديك بدها تكون بالشتوية تحت التلج، حتكون غير جو وغير زحلة، زحلة تانية بالشتوية. مرسي على النهار. انبسطت. باي إليو. باي باي. مشوار زحلة بيخلص هلا، رح حديت ما نرجع لهون بالمرة الثالثة. كل الضيعة اللبنانية رح نزورهم، لبنان احلى بلد بالعالم. يلا ملتقى مرت الجايه.